السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم رحمة الله وبركاته وسلامه ورضوانه عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد السلام عليك سيدنا أبا عبد الله الحسين جمعنا الله بك في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بكرامة القرآن العظيم تقبل إلى روحه ثواب سورة الفاتحة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون نحن إن شاء الله لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رحمة الله وبركاته ورحمته ورضوانه وسلامه عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمك الله أيها الملك المؤسس وجمعنا الله بك في مستقر رحمته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجمعنا به مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجزه عنا خيرا لتأسيس مملكتنا اللهم بكرامة القرآن العظيم تقبل إلى روحه ثواب سورة الفاتحة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما رحمة الله وبركاته وسلامه ورضوانه عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد اللهم اجمعنا بهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بكرامة القرآن العظيم تقبل إلى روحنا ثواب سورة الفاتحة Thank you.